مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناه ميديا تي في، برنامج الماتش. في الحلقه ديال اليوم غنرجعوا للحديث على احد المكونات الاساسيه في عالم كره القدم، واللي لطالما يعني طلب الكثيرون بالحضور والتطوير ديالو في المغرب. الحديث هنا على مجال التكوين، وخصوصا تكوين المؤطرين والمدربين. فاخيرا ادركنا وادرك المسؤولون المغاربه بان النهوض بكره القدم المغربيه يبدا بتطوير المكونين والمؤطرين، مشروع هام اللي تسلم المفاتيح ديالو في الايام الاخيره الاطار المغربي الدكتور حسن حرمه الله، اللي اخيرا سنستفيد من الخبره ديالو الواسعه والحصيله ديالو في هذا المجال. حسن حرمه الله وضع خارطه الطريق لمشروعه واختار الفريق اللي غادي يساعده في هذا المشروع لتطوير مستوى المكونين في المغرب. ما هي الخطوط العريضه لهذا المشروع؟ شكون اللي غيستافد منه؟ وكم سيلزمنا من الوقت لجن يعني اولى ثمار هذا العمل؟ اسئله من بين اخرى سيجيبنا عليها اليوم ضيفنا في حلقه برنامج الماتش، السي حسن حرمه الله. مرحبا بك سي حسن. شكرا على الاستضافه ديالكم ومرحبا للدار الكرام. معنا كذلك كما جرت العاده الزميلين فؤاد الحناوي وبدر الدين ادريسي. بدر الدين مرحبا بك. مرحبا بك جلال، مرحبا فؤاد، مرحبا بالاطار الوطني السي حسن حرمه الله، وعيد مبارك سعيد لكل المشاهدين الكرام، ونتمنى ان شاء الله على ان هذه الحلقه تكون اجابتها كثيره على اسئله التكوين اللي هي اسئله مرجعيه في راهن كره القدم الوطنيه واللي الناس كطرحها بإلحاح. أسئلة مرجعية وأسئلة أساسية. بدر الدين الإدريسي معنا كذلك الزميل فؤاد الحنوي. فؤاد مرحبا بك. مرحبا بك جلال، مرحبا مرة أخرى بالسي حسن حرمة الله، اللي أحد أبرز الأطر اللي يمكن نفتخروا بها بنظر للسيرة الذاتية ديالو. مرحبا بالسي بدر الدين الإدريسي. أنا فقط غير بالنسبة للسيرة الذاتية ديالو، غير في إطار البحث ديالي في المواقع الإلكترونية راه 10 صفحات تبارك الله ديال السيرة الذاتية ديال السي حسن حرمة الله. عملتي شي دكتوراه سي فؤاد حول المسيرة يعني بسرعة سي حسن؟ عودة لأهم المحطات في المسيرة ديالك الرياضية في البدايات ثم في إطار التكوين. كلاعب بديت الكرة القدم في نجم الشباب، ونجم الشباب كان درته أمام الحياة الصغيرة، إذا لعبت في الحياة الصغيرة كذلك في المراحل السنية. دخلت للمنتخب ديال أقل من 19 سنة، شافوني الوداد سي أبو بكر أجدايم ومكوار الله يرحمه، جابوني الوداد، لعبت في الوداد في السنوات ديال 72-73، أخذت البكالوريا وذهبت إلى فرنسا، عملت دراسات في علم الاقتصاد، ولعبت كلاعب محترف في راسين كلوب دو لونس، شاركت في لا كوب دو اليوفا مع راسين كلوب دو لونس، لعبنا ضد لازيو روما، لعبنا ضد مالمو، ضد اف سي ماكدوبورغ. ومن ناحيه الدراسات حصلت على الدكتوراه ديال السلك الثالث بفرنسا، من بعد دخلت للمغرب، وفي المغرب عملت الدكتوراه الدوله في الجامعه ديال الحسن الثاني، وكذلك تبعت الدراسات ديال المدرب من السنوات ديال 78 وانا كنتبع في الدراسات، وانتهت الدراسات ديال المدرب في سنوات 2000 حيث حصلت على الشهاده ديال المدرب المحترف، اعلى شهاده، وكان لي الشرف كنت خرجت رقم واحد في هذيك المجموعه، من ورايا خرج ديدي ديشون هو اللي كان رقم واحد. إذا بصراحة استفدت كثير من هذا التكوين، ودرت التكوين كذلك في ألمانيا، حصلت على شهادة ديال ليسونس أ في السنوات ديال 88، كنت مدير ديال المركز، كنت مدير ديال الأبحاث في المعهد الملكي لتكوين الأطر بالرباط، عملت تما كاين حوالي 160 بحث، وأنا كنفتخر بالمؤطرين الحمد لله اللي ساهمت في تكوينهم أنا والإخوان داودا وقعاش والدكتور بن الشيخ، وهذا بحال سي عموته، بحال الشيبة والعمراني اللي حاليا هما مع الزاكي، أو الإخوان اللي ساهموا في التكوين بحال سي جمال الحراش أو لوداري أو لاميني، المدرب السكتيوي، المدرب الخضر، ورقة، هادو كلهم خريجين ديال معهد مولاي رشيد، وكان لي شرف ساهمت في التكوين ديالهم في معهد مولاي رشيد. من بعد ذهبت إلى فرنسا، كنت مسؤول على تكوين اللاعبين المحترفين بدانكيرك،
ومن بعد كنت مشرف عام في لو اف سي سونس، نادي هاوي بجنوب باريس. ذهبت الى السعوديه ودخلت الى الامارات، كنت مشرف عام ديال النادي الاهلي، ومن بعد درت مدير تقني وطني في الاتحاد الاماراتي، ومن بعد ذهبت الى قطر كنت في الريان، من بعد دربت الوكرة ومصلال نادي الأهلي، ودرت مدير تقني وطني للاتحاد القطري، دربت المنتخب الأولمبي القطري، وكذلك الفريق الأول لما كان فيه السيد برينو ميتسو. نعم. كنت كنساهم معه كمدير تقني وطني في الإحصائيات، شاركت في كذلك التكوين ديال مركز الابحاث اللي كاين في قطر، لان كانت عندنا بنك المعلومات، وتنظن في قطر في سباير كان عندنا احسن مركز لبنك المعلومات، لان كانت عندنا القدره باش نسجلوا 100 مباراه 24 ساعه 100 قناه رياضيه عالميه. نعم. 24 ساعه على 24 ساعه خلال 30 يوم، اي مباراه في العالم كان عندنا الفرصه باش ندخلوا سباير ناخذوها ونقطعوها ونديروا لها التحاليل. نعم. وندخلوا المعلومات في واحد البنك ديال البنك المعلومات، بحيث لما يبغي يلعب الفريق الاولمبي ضد جابان مثلا او اوزبكستان. نعم. عندي جميع المعلومات على الفرق الخصم، وكنهيئوا التكتيك الملائم باش نوقفوا نقاط القوه للخصم ونستغلوا نقاط الضعف، وكذلك الفرق القطريه لما كتلعب كنشوفوا التكتيك اللي كتستعمل، نقدروا نعرفوا الثغرات اللي موجوده في كل نادي، وعد عندنا الفرصه باش نقدروا نحسنوا هذيك الثغرات. نعم. بالبرمجه التكتيكيه اللي كتركز على دي لوجيسيال دو سيمولاسيون اللي كنديروا فيه البرمجه الوهميه ديال التكتيك باش نبينوا الطريقه اللي غنلعبوا بها. هذيك البرمجه كنقدموها للاعبين، اذا كيشوفوا التحركات بعينهم، وكينزلوا الارضيه كنديروا تدريب تكتيكيه فوق ارضيه الملعب وكنسجلوها، وملي كنديروا المباراه كنسجلوها وكنقارنوا التحركات اللي درنا في المباراه. نعم. والتحركات اللي درنا في التدريب، وكنشوفوا هل التدريب نقلت الى المباراه 100% او 50%، وكتكون عندنا القدره باش نعالجوا الموقف. وهذوك اللاعبين اللي جاوا لعبوا معنا هنا في المغرب، هذوك كلهم كانوا عندي في الفريق الاولمبي الا سوباستيان سوريا اللي ما كانش كيلعب معنا في ذاك الوقت. وهذه الطريقه الان تنظن مازال مطبقه، وتنتمنى للاخوان القطريين وقطر باش يوصلوا للقمه ان شاء الله. وهذه الطريقه ربما ستطبق في اطار البرنامج اللي غنتكلموا معك عليه مفصلا. كانت اذا العوده للمغرب عبر بوابه الرجاء، كيفاش جات هذه العوده وشنو هو التقييم ديالك لهذه التجربه؟ ربما كنا كنظنوا ان غتكون تجربه طويله، لكن الجامعه ربما ألحت يعني بانك تنضم اليها في اطار هذا المشروع الهام. كانت عندي الفرصه لقاء مع السيد بودريقه ومع الاخوه المسؤولين، ورجعت الى نادي الرجاء لان كنت دربت فريق الرجاء في الايام اللي كانوا فيها لاعبين ممتازين. يعني نسيتي هذه الفتره هذه ديال المغرب السي حسن. نعم. نعم. ديال 85 حتى تقريبا 90 لما درت فيها العديد من الانديه، كان نادي التيب والرجاء المحلي. نعم. لما رجعت كنت لاعب ومدرب. نعم. للتبغ الرياضي اللي كان في الدرجه الثانيه في ذاك الوقت، ودربته كذلك في الدرجه الاولى، ودربت الرجاء، وبصراحه كانوا فيها العمالقه بحال دولمي، بحال نجمي، حسن موحيد، توفيق، عبد الرحيم، عبد الرحيم، فريق خيالي خيالي. وتنذكر هذيك الشخصيه والقوه اللي كانت عند دوك اللاعبين، وكانت عندي واحد العلاقه من معاهم طيبه ومركزه على الاحترام المتبادل، وحاليا مازال عندي العلاقه طيبه مع هاد اللاعبين. دربت كذلك جمعيات الحليب، دربت شباب المحمديه، القرد الفلاحي. اذا كانت هذيك التجربه عندي جيده، ولما الان رجعت الى مدير تقني في الجامعه الملكيه المغربيه. نعم. هذيك كانت في السنوات 92 94. وبصراحه في هذاك الوقت كنا درنا برنامج ممتاز رائع جدا، وهذاك البرنامج تقريبا النقاط اللي هي حاليا في هذا البرنامج اللي كنخدموا به الان تقريبا هو نفس البرنامج، ومن طبيعه الحال غير طبعا قلنا ضيعنا 20 عام فتخلعنا. لا، ولا يمكن
اساس البرنامج كيتضمن واحد مجموعه شروط النجاح ما يمكنناش نغيروها، ولكن يمكن الفتره اللي تكلم عليها تكلم على واحد شخصيه مهمه جدا، ربما باش يدرك الانسان الى اي مدى هذه الشخصيه عندها تاثير ومرجعيه كبيره، هي شخصيه عبد الرزاق مكوار الله يرحمه، لانه هو اللي جلبوا بحال اللي قال من 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 الحياه الصغيره، جلبوا النادي الوداد البيضاوي وهو الذي ساعده على اتمام دراسته، اكثر من ذلك شجعه على الذهاب الى فرنسا ليمتهن بذلك يتابع دراسته في مجال الاقتصاد باش يحصل على الدكتوراه. الى اي حد كان مسير الامس كراعي الجانب الثقافي الجانب التربوي والجانب الاجتماعي عند اللاعب. وهذه مساله ربما ان احتفل الفتره هذه يعني ان شجاع ان الانسان في تلك الحقبه انه ياخذ على انه يترك يعني ما تركتيش كره القدم ولكن تزاوج ما بين الدراسه وما بين ممارسه الكره ومارستي فريق لونس لواحد اعرق الانديه في الكره هذاك الوقت. ربما فؤاد كانت هذه هي القاعده، كانوا دائما اللاعبين كانوا كيدرسوا في نفس نفس الوقت. ربما اليوم ما بقاتش هذه هي القاعده، ولو انك باسم الاحتراف ولينا كنلغيو هذاك الجانب الاخر. الله يخليك، نستغل هذه النقطه على الوداد. كان مولاي الكبير الله يرحمه، مولاي الكبير كان كيدربنا حنا في اقل 18 19 سنه، كانت عنده واحد القوه واحد الشخصيه رائعه الله يرحمه مسكين، هو اللي كان خرج جميع اللاعبين بديده ولا شيشه ولا سحيته ولا انا شخصيا ولا حسن الشهاب ولا بابا سي محمد الشهاب، هو اللي كان خرجنا، هو اللي هو لا حسن الشهاب ماشي لاعب ديال وجده، ماشي لاعب وجده، والله الله يذكره بخير الله يرحمه سي مكوار مع سي بكر جدايم. احنا ملي كنا صغار كانوا كيقولنا ملي لحقنا الفريق الاول وحنا باقيين شباب كيقولنا اشنو خصكم، جميع الاخوان قالوا بغينا موتور باش نمشيو ويجيو. انا كانت عندي بشكليط، قال لي سي مكوار اش بغيتي؟ كيتسناني نقول لي موتور، قلت له انا راني لحقت الباك خصني الكتوبه باش ندوز الباك لان ما عنديش باش نجري. قال لي اش بغيتي؟ ولي قلت له الكتوبه، وعيط للسي اسماعيل الله يرحمه قال له سير شري لي الكتوبه اللي بغا. انا ملي سمعت قال لي سير شري الكتوبه اللي بغا، مشيت عند صحابي ديال الدرب كلهم اللي غيدوز الواك خديت اللائحه ديالهم ومشيت، والسي اسماعيل الله يرحمه مسكين شري لي الكتوبه ليا وجميع اللاعبين الاصدقاء ديالي ديال الحي. وبطبيعه الحال ملي خديت الباكالوريا جيت عند سي مكوار حطيت له الباك والانسكريبسيون في لونيفرسيتي باش يعطيني الاوراق نمشي. نعم. ملي شافها زعما بصراحه ماشي قال لي لا ما نعطوكش الاوراق ولا بحال اللي كيترا احيانا عندك نيباسني، قال لي هنيئا، قال لي هاك الوليدي الوريقات باش تقرا في فرنسا ورا الوداد فريق تقدر ترجع في اي وقت. ومشيت لفرنسا. ملي فرنسا علاش تبعت القرايه كذلك؟ لان من صغري الوالد الله يرحمه ما كان كيضربني ما والو، ولكن ديما كان كيتكلم معايا وكيوعيني، وانا وعدت الوالد ديالي من صغري بثلاث الحوايج، انا وعدته ما عمرني نكمي السيجاره، ما عمرني نشرب الخمر، وعدته باش نكون استاذ جامعي. اذا ملي مشيت لفرنسا ما قديتش نبعد على الكره، ولا جاوني مناسبات بحال بي اس في اندوفن كان طلبني انا من غاسين كلوب دو لونس باش نمشي نلعب في هولندا، ولكن قالوا لي خصك تحيد الكره. اذا هذيك الفكره باش ندير استاذ جامعي وخديت لو دكتوراه ثوازيام سيكل في فرنسا ودخلت المغرب، قالوا لي راه ما تقدرش دير استاذ جامعي لان ما عندكش دكتوراه الدوله. اذا اضطريت نتقيد في الجامعه ديال الحسن الثاني ودرت دراسات خمس سنوات اخرى باش خديت دكتوراه ديتا باش ندير استاذ جامعي. ملي درت استاذ جامعي قلت للوالد الله يرحمه دابا اني استاذ جامعي، دابا الان غادي نتبع الموهبه ديالي هي الكره. اذا كانت العوده للرجاء سي حسن حرمه الله بسرعه، كنا ننتظر ان تكون تجربه طويله كما قلت في البدايه، تكلمي على هذه التجربه ديال مع الرجاء. بصراحه تجربه رائعه، علاج تجربه رائعه لان اولا حاولت باش ندير واحد الجو عائلي وجو كروي، اذا عملت بعض الاشياء، نقيت بعض الاشياء ودرت علاقه مع الجمعيات اللي هي كدير واحد العمل جبار وخيالي في الاحياء الشعبيه. اذا حنا ما كانتش عندنا الكفاءه باش نمشيو للاحياء الشعبيه ونشوفوا الاطفال الصغار، اذا عملت علاقه مع 50 جمعيه، و50 جمعيه كنجيبهم للرجاء وتنديروا مباريات داخل الرجاء وكنشوفوا اللاعبين الممتازين، وانبهرت بالمهاره ديال هاد اللاعبين الصغار اللي في الاحياء الشعبيه، لان في الدار البيضاء في الوسط ما بقاوش الملاعب اللي كانت، ولكن خارج الدار البيضاء
المحيط ديالها. نعم دابا كاين ملاعب وكاين احياء شعبيه فيها لاعبين خياليين. اذا عملنا ودرنا نخبه ديال الاطفال سميناها النخبه الذهبيه ديال الاطفال الصغار اللي زايدين في 2004 2003 2002 2001. عندنا نخبه ذهبيه وعندنا نخبه فضيه. ملي كيبداو يلعبوا هذوك الاطفال النخبه الذهبيه كانهم لاعبين بعضهم بعض 10 سنوات مهارات خياليه. درنا واحد المباراه ضد واحد النخبه في جهه اخرى عند واحد المدرب صديقي قال لي جيب لنا اللاعبين. ما بغيتش نقول الاسم ديالو باش ما نحطمش بالاولاد الصغار ديالو. في المباراه ربحناهم 16-0 وهذيك الفريق كان فريق قوي والاطفال الصغار مهارات خياليه. اذا كاينين اللاعبين وكاين مهارات خاص غير اللي يتبعهم ويعطيهم يد المساعده. وتنظن بكل صراحه البرنامج اللي داير السيد لاركات عنده برنامج خيالي وممتاز وعنده الفكره في هذا البرنامج ديالو باش يشوف هذه الاحياء وياخذ منهم لاعبين. انا تنظن بان البرنامج ديال السيد لاركات غادي يساعد هذا الشباب في المستقبل ان شاء الله. الا سمعتي يا جلال ربما عندنا واحد النقطه اللي ربما تعطي المدخل الى ما تمت توكيله للسي الدكتور حسن حرمه الله باش يباشر داخل مركز التكوين هو الجمله اللي تحدث عليها لما عاش داخل الرجاء البيضاوي وليس الوحيد الذي اكتشف على ان كاين هناك مواهب خياليه وصفر الخياليه. نعم. لغايه الاسف مواهب خياليه في سن ديال طفوله كره القدم. نعم. لما كتعبر المرحلة الشباب ومرحلة النضج هذيك الموهبة الخيالية كتولي كتلاشى وكتضعف وكتقلص إلى حدود الدنيا إلى غاية أننا اليوم نتحدث بشكل عام لما كنديروا تحليل لكرة القدم الوطنية نتحدث عن تراجع مهول. نعم. في مواهب اللاعبين. إذا هذا يفسر بما كان غائبا أو مغيبا لفترة طويلة هي تكوين الأطر التقنية التي تشرف على هؤلاء المواهب بتصاحبها في فترة الطفولة إلى فترة الشباب وفترة النضج في كرة القدم. فإذا حسن حرمة الله جئت إلى الإدارة التقنية الوطنية وأنت من تقلدت مهمة مدير تقني اليوم أنت مكلف بجناح ديال تكوين الأطر وتكوين المدربين وهو ورش ثقيل جدا. تمام. له ما له وعليه ما عليه. ربما أنت درتي أن دياغنوستيك أولي قراءة أولية افتحاص أولي ستشتغل على تراكمات ترك لك مورلون لأنه اشتغل لمدة ثلاث أو أربع سنوات. فإذا وأنت كتجي تعرض الاستراتيجية ديال العمل ديالك المستقبلي لوضع خارطة لتكوين الأطر التقنية الوطنية واش انطلقتي من هذه المحصلات أن هناك خصاص وهذا الخصص كيفاش يمكننا نملؤه وكيفاش يمكننا نوصله الى اطر كفأة على مستوى عالي من الكفاءه اللي تضمن لهذه المواهب الخياليه انها تبقى خياليه من طفوله كره القدم الى مرحله الشباب. فعلا اولا ما نساوش العمل اللي قام به السيد جون بيير مورلون لان بصراحه هو هيئ لي الارضيه. لانه هو واجه مشاكل كثيره. مثلا انا باقي نعقل غير المشكل ديال ترتيب المدربين لا كلاسيفيكاسيون دي زونترينور كان فيها مشكل كبير. هذا المشكل انا ما مواجهوش واجهه السيد جون بيير مورلون والحمد لله عدا اعطى شهادات ليسونس دي ليسونس سي ليسونس بي وعطى لا ليسونس ا. اذا حنا عندنا الان عندي انا دي ستاتستيك وارقام اللي غنركز عليها باش نبني باش بنيت البرنامج ديالي انا. حنا الاشياء الجديده اللي عملنا لا ليسونس ا بروفيسيونيل. وغادي نكونوا باذن الله اول بلد في افريقيا اللي غتكون عنده لا ليسونس ا بروفيسيونيل. عملنا فوق لا ليسونس ا بروفيسيونيل لا ليسونس دو ماناجر جينيرال بروفيسيونيل ديال لي كلوب. وهذا الماناجر ممكن يكون ماناجر حتى تكون عنده لا ليسونس ا بروفيسيونيل عاد كيدير دراسات اللي عندها علاقه بالماناجمنت. اذا فيها الماناجمنت فيها الماركتينغ فيها لا ليجيستاسيون دو سبور ناسيونال وانترناسيونال فيها لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك. اذا هذا علم ديال التواصل كيفاش نبلغ الكلام للاعب كيفاش نتكلم مع المدرب وكيفاش نتكلم مع الصحافه وهذه الاشياء. فيها لا جيستيون فينونسيير فيها لا جيستيون دي روسورس هومان باش يقدر يكون مدير عام ديال النادي. والاشياء الجديده كذلك في اللياقه البدنيه عملنا لا ليسونس ا بروفيسيونيل ديال اللياقه البدنيه ولا ليسونس ا ولا ليسونس بي. مدربي الحراس كاينه لا ليسونس ا بروفيسيونيل وكاينه لا ليسونس ا ولا ليسونس بي. والاشياء الجديده اللي ما كايناش حتى في الدول الاوروبيه لان الدول الاوروبيه بحال هذه الاشياء ديال الاناليست تكتيك المحلل التكتيكي بالكمبيوتر خصو يقراها في لي زانستيتو بريفي وتيخلص عليها وادمينستراتيف كذلك تيمشوا لي زانستيتو بريفي ومدارس باش يقراو. حنا عملناها داخل البرمجه ديال الجامعه الملكيه لكره القدم. غادي نكونوا
اختصاصيين في التحاليل التكتيكيه ليسونس ا بروفيسيونيل وليسونس ا وليسونس ديال الفئات السنيه، وكذلك الاداري فيه الاداري بروفيسيونيل اللي غيخدم في البطوله المحترفه، والاداري اللي غيخدم في الهواة، والاداري اللي غيخدم في المراحل السنيه. إذن هذا البرنامج بصراحة أنا تبان لي بأن برنامج غادي يعطي العناصر اللي غتساهم في تطوير كرة القدم المحترفة ديال المغرب، لأن الاحتراف بدون رجال مكونين بالمستوى ديال الاحتراف ما نقدروش نمشيو إلى الأمام، وهذاك دفتر التحملات ما يمكنش نديرو في دفتر التحملات بأن لابد لكل نادي باش يعمل مدرب عنده ليسونس أ بروفيسيونيل وحنا باقي ما خرجناهمش، أو إداري بروفيسيونيل وحنا ما خرجناهمش. إذا حنا في العمل عندنا أهداف باش نخرجوا واحد العدد معين في السنة باش هذا في المستقبل لما نديروا دفتر التحملات يكونوا عندنا الرجال اللي قدروا يشتغلوا في هذا النطاق. أنا سي حسن بغيت نرجع معك وكما ربما نقطة اللي شرحها السي بدر الدين حول أنت كيفاش وجدتي يعني الحاله ديال يعني الاطر المتوفره في الساحه. كنعرفوا ان ربما بالنسبه للمكتب الجامعي السابق ربما كان واحد النوع من التساهل في اطار منح الرخص على مختلف المستويات، لان كان هناك خصص كبير في هذا الشق هذا، فبالتالي ربما المكتب يعني المسير السابق او الاداره التقنيه السابقه ربما تساهلت باش تعطي بعض الرخص لبعض المدربين. كنا كنشوفوا دورات تكوينيه ديال 15 يوم وكيتم منح الرخص بعد الفترات 3 ايام، والمدربين خذوا رخص يعني على يعني المراحل ديال الاولى والثانيه والثالثه. يعني انت واش العمل ديالك غينصب فقط انه نكونوا يعني مدربين جداد يعني بالطرق العلميه اللي راكمتي في هذه السنوات العديده، ام انه ربما يكون هناك واحد العمل ايضا مع المدربين الاخرين اللي عندهم الرخص السابقه باش يكونوا يعني يكون المستوى متقارب ديال الاطر اللي عندها الرخص السابقه والاطر اللي غادي تحصل على الرخص قادم في الوقت لاحق؟ نعم والله انا تنظن بان هذه هي مشكل من المشاكل اللي قلت انا واجهها السيد جون بيير مورلون، ولكن الا شفنا فرنسا وشفنا المانيا وانجلترا في بدايه الاحتراف في البلدان ديالهم هما داروا نفس العمليه، لان قبل الاحتراف في فرنسا مثلا المدربين اللي كانوا يشتغلوا سنوات وسنوات ما كانوش محترفين. ملي دخلوا الاحتراف ودخلوا الشهادات في ذاك الوقت كانوا كيقولوا بروميير دوغري دوزيام دوغري تخوازيام دوغري، هذوك الناس اللي كانوا عطاو الكره سنوات عطاوهم كذلك الشهاده ديال تروازيام دوغري غير بعض الايام اجتمعوهم وسهلوا لهم الماموريه، لان هذوك الناس عطاو للكره. وتنظن بان السيد جون بيير مورلون والاتحاد اللي كان تحت الحضانه ديال السيد فاسيل الفهري داروا نفس الشيء، الناس اللي عطاو في كره القدم سنوات هما تيخدموا. انا اللي كنشوف السيد اللوزاني مثلا او الاخوان اللي عطاو من طبيعه الحال يستاهل هذيك الشهاده لان عطى لكره القدم المغربيه. هذيك المرحله الاولى، اما المرحله الثانيه اللي انا فيها شخصيا انا غنعتمد على الاخوان اللي كانوا خداو هذوك الشهادات. الباب مفتوح لاي واحد اللي بغى يساهم ويدخل ويشارك باش ياخذ ليسونس ا بروفيسيونيل، ما عندي حتى شي مشكل، وانا كنتمناهم يدخلوا باش يكونوا هذا التكوين. والشيء الثاني انا غادي نركز كثير كثير على الشباب اللي غادي يجي ويبغوا يدخلوا من ليسونس دي والسي والا والا بروفيسيونيل، ولا سيما اللاعبين اللي دازوا في المنتخبات بحال اللي عملنا في الاجتماع يوم 26 الماضي، عملت لقاء مع اللاعبين اللي دازوا في المنتخبات ديال المغرب. انا كنعتبر هذا كنز غير مستغل، لان هذوك اللاعبين عندهم جميع الاشياء اللي خصها تكون عند المدرب. ما معنى هذا؟ في مخهم عندهم التحركات التكتيكيه، عندهم المهارات، هما كلاعبين عاشوا هذه الاشياء. اشنو ناقصهم؟ ناقصهم الطريقه كيفاش يرتبوا في المخ ديالهم هذيك المعلومات اللي عندهم، وهذيك المعلومات اللي عندهم لما غنرتبوها كيفاش غيبلغوها للمدرب للاعب سامح لي بطريقه سهله وعلميه باش يبلغها. اذا التكوين هذا هو الهدف ديالو مع هذوك اللاعبين السابقين، ولا سيما مع الاطفال الصغار. المراحل السنيه ديال الاطفال الصغار الطفل الا ما شافش الحركه صحيحه ما يقدرش يديرها صحيحه، وشكون غيقدر يدير له الحركه صحيحه؟ اللاعب ديال المنتخب هو اللي غيقدر يدير له الحركه الصحيحه. اذا هاد اللاعبين كنتمنى باش يبقاو متبعين معي التكوين باش من هنا 4 سنوات نخرجوا منهم عدد كبير. علاش؟ لان مثلا في اوروبا او في الدول المتقدمه كيكون قانون يسمى لا لوا دو سبورتيف دو او نيفو، اي لاعب شارك وساهم في المنتخب يكون كيلعب العاب
القوى او جيمناستيك او السباحه او الكره، القانون كيسمح له يصنفوا ويدير واحد التكوين في وقت قصير. نعطي مثال، ديدي ديشو دار حوالي 4 سنوات ديال التكوين باش خدا الشهاده ديال دي او بي اف، لو ديبلوم دونترينور بروفيسيونيل فوتبول. انا شخصيا درت اكثر من 13 عام في فرنسا. علاش؟ لان انا ما لعبتش في المنتخب، انا ما معترفينش بيا كلاعب دولي. اذا تبعت الطريقه العاديه، ديدي ديشون او لوغون بلون او لاعبين كؤوس عالم، كلهم مزيدا لغير ربما توسهل تزيدا لان القانون تيسمح لهم باش يديروا لهم التكوين في وقت قصير. احنا في المغرب، باغي نعمل نفس الشيء. اللاعبين السابقين ولكن ماشي اي لاعب دار مباراه وحده او دار جوج وديه يدخل في هذا النطاق. اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم، اللي شاركوا في كاس افريقيا، اذا هادو خصنا نعطوهم قيمه لان دوزوا سنوات وسنوات في المنتخب، اذا خصنا نعطوهم قيمه ونكونوهم بطريقه جديه. وهنا السي حسن ربما هذا اللي يخلق بعض المشاكل، وانت يعني ادرى الناس بهاد المشاكل اللي يمكن توقع، وهو في طريقه التصنيف. لان التصنيف خصو يكون واضح وكلير، ما من هو اللاعب اللي يمكن السابق اللي يمكن له يستفد من هذا التدريب؟ واش من بعد 5 الماتشات، من بعد 15 الماتشات مع المنتخب؟ هذه هي اللي ربما تكون صعوبه. وسؤالي اخر هو واش هما اللاعبين فقط السابقين اللي يستفدوا من هذه البرامج، ام اللاعبين السابقين تكون عندهم يعني بعد الامتيازات؟ لا، احنا عندنا اللوائح ديال اي لاعب شارك في كاس العالم، عندنا اللوائح حوالي تقريبا 22 لاعب. اي كاس افريقيا ملي كنمشيو نشاركوا فيها عندنا اللائحه فيها حوالي 22 لاعب. اذا هاد اللوائح، اللاعبين مثلا اللي تميزوا مع الفرق وما كانوش مع المنتخب، مثلا فازوا شاركوا في كاس العالم للانديه مع فريق الرجاء مثلا، فازوا ببطوله يعني بطل افريقيا مثلا، هل تاهما داخلين في نفس الخانه؟ لا، دابا كاين القانون ديال لو سبورتيف دو اونيفو اللي عنده علاقه بالمنتخبات. منتخب، نعم. لان القانون تيقول هكذا، ولكن المنتخب الاول، اسمح لي المنتخب انا كنقلب على شويه بتيت بات، مثلا اللاعبين اللي شاركوا في المنتخب ديال الشباب وصلوا حتى لنصف نهائي كاس العالم، واش ما داخلينش في هذه الخانه؟ لا، الشباب لا ما داخلش، حتى فرنسا والمانيا ما داخلش، اللي كيدخلوا الفريق الاول. ولكن اي لاعب ديال الكره لعب غير في المستوى الاول او الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، هذاك اللاعبين احنا دايرين لهم كذلك هما برنامج، حتى هما برنامج وحتى هما عندهم امتيازات، لان الاختبار لما كتكون لاعب كتكون عندك نقاط. باش نوضحوا لهاد اللاعبين ربما المشاهدين، شنو هو الفرق اللي غيكون بيناتهم؟ مثلا انت تكلمتي لنا وكانت نقطه واضحه جدا، مثلا انت كمواطن مغربي مشى يقرا في فرنسا، دوزتي 13 عام، ديدي ديشون لاعب دولي سابق شارك مع المنتخب 4 سنين، هنا في المغرب شنو غيكون مثلا التسلسل؟ غادي يكون بحال هذا الشكل. مثلا اللاعبين اللي دازوا في المنتخب خاص في 5 سنين يقدر يلحق لا ليسونس ابروفيسيونيل، ولكن من طبيعه الحال كياخذ دراسه وكيشارك في نادي معين. ولكن عاوتاني السي حسن، خصو يكون عاوتاني واش ديك الاختبارات اللي كيخضع عليها واش غينجح فيها؟ يعني هذا اللي ربما التساهل فقط في يعني انه الافضليه. انا ما جي لهذ النقطه، وهل هناك انا ما جي لهذ النقطه، انا عيوك بالاسئله. وهل هناك مثلا المسائل اللي كتطلبوا تكون متوفره عند هذا اللاعب، مثلا يكون عنده الباك ولا يكون عنده شي دبلوم؟ لا لا، الباك لا. علاش؟ لان المدربين الفرنسيين المحترفين ربما اللي عندهم الباك ربما 3 أو 4 الاخرين ما ساعدهمش لحد ما خدوش في فرنسا، اللي معروفين. كاين أرسن فينغير عنده اون ليسونس، وكاين المدير اللي كان جيراوي اللي عنده اون ليسونس ميتريز في الانجليزيه، وكان استاذ ديال الانجليزيه قبل ما يدير مدرب. اما الاخوان الاخرين ما ساعدهمش حتى، ان كيديروا غير الكره. انا شخصيا في هذا البرنامج انا فسرت الاخوان في الاسبوع اللي تلاقيت بهم بان ما غاديش نكون زعما حيت انت لاعب دولي وكنتي باسم وما درتي والو في التدريب وما فهمتي والو وندوزك ونطلعك، راه مستحيل. انا شخصيا ضميري ما غيسمح لياش، وانا اللي باغي ملي يطلعوا هذوك الاخوان وياخذوا الدرجه الاولى المحترفه ويبداو يدربوا، بغيت الناس يكونوا يشوفوا الفرق ديال الانسان مكون بطريقه علميه ولاعب كره سابق في المنتخب. انا ميقن كل يقين المستوى غيكون شيء خيالي اخر، واللي ما عندوش المستوى ما يمكنش يكون مدرب بروفيسيونيل، يقدر يكون عنده ليسونس بي ويتريني ويدرب الشباب، وإلا ما ساعدوش الحظ وحس براسه ما يقدرش يقدر يدير اللياقه البدنيه، بعين بان اللياقه البدنيه فيها الفيزيولوجيا المطبقه لكره القدم فيها علم مدقق، يقدر يعمل اداري، يقدر يعمل اناليست تكتيك،
مش خصوصا سي حسن ان ربما الان في المغرب ما احوجنا ماشي المدربين يعني بالنسبه للفرق القسم الممتاز ولا القسم الثاني، لان الا جينا نجمعوا شحال اللي نلقاو 32 فريق ما بين القسم الاول والقسم الثاني، ما احوجنا هو هاد المراكز التكوين. نعم. اللي غادي تكون واللي خصنا. نعم. الاطر اللي تكون قادره كما ذكر السي بدر الدين حول هاد الاطفال الصغار، هما اللي هما لان هما الورش الاول، هما هي اللبنه الاولى. نعم. فخصنا كل ما اعطينا عناصر او مدربين ذوي خبره ذوي تجربه اللي يقدروا يكونوا هاد الاطفال الصغار ويعطيوهم الاباجيديه بطريقه علميه وبطريقه سلسه وبمرونه، هما هادو هما هادو هو اللي كتحتاجه كره القدم المغربيه في الوقت الراهن، ما كتحتاج ربما مدربين كبار بالنسبه للقسمين الاول والثاني. لا بصراحه انا تنفكر في القاعده. نعم. اذا خص يكون عندنا واحد العدد كبير ديال المدربين. نعم. اللي هما كيتكلفوا بالاطفال الصغار، والاعتناء بالطفل الصغير اصعب بكثير بالاعتناء. نعم. من لاعب رجل. نعم. لان الطفل الصغير كيدوز في واحد المراحل ديال النمو. نعطي غير مثال، ملي كيكون في واحد المرحله القلب ديال الطفل الطبيعه كتوسع القلب في واحد المرحله، مثلا 15 سنه 16 سنه القلب كيبدا يوسع لان الجسم غادي يكبر. نعم. والقلب ديال الطفل خاصو يوسع باش ملي الطفل يعود رجل خاص يعطيه كميه كبيره ديال الدم. نعم. اذا ملي القلب كيوسع والمدرب ما عارفش هذيك المرحله القلب كيوسع فيها وتيدير له تمارين كتغلظ العضله ديال القلب، اذا اش كيوقع للطفل في هذيك المرحله؟ قلبه كيبقى صغير والعضله كتغلاض. ملي كيعود رجل الضربات في الراحه ما كتكونش 50 ضربه او 45 او 55 كاللاعبين الممتازين اللي عندهم لياقه عاليه، هو كيكون مرتاح والقلب ديالو كيضرب 75 80 لانه صغير. اذا هذاك المدرب اللي بقى كيدير له ذاك العمل وغلظ له العضله خرج عليه لان ما عارفش. اذا التكوين ديال الاطفال الصغار صعيب، لانك تقدر تعمل له غير واحد الحركه كيديروها المدربين الاطفال الصغار مثلا كينقز ويجلس وينقز ويجلس والطفل باقي في مرحله النمو. هذيك العصبه اللي كتكون كدوز فوق ديك لاغوتول ديك الصابونه اللي كتكون في الركبه وكتكون شاده في العظم اللي كيسميوه التيبيا، ملي كتجر حيت العظم كيكون باقي طري والعصبه كتجر، اش كتوقع له؟ كتنفخ وكيعود عند الطفل الصغير واحد الالم كبير ما يقدر كاع يتحرك، كتسمى لا مالادي دوز غود. الا ما كانش المدرب واعي بهذيك القضيه ما غاديش الحركه كتكون في غير صالح. الهدف ديالي تكون القاعده كبيره بزاف، التكوين ديالهم ممتاز. وحاجه اخرى، كاين مدارس كثيره الان دابا اصبحت مدارس ديال الكره حره، الناس كيمشيو يخلصوا ويدوا وليداتهم، هذوك المدربين اللي تما خص تكون عندهم التكوين، تكون عندهم الشهاده. والشيء الثاني ملي كنهضر انا على ليسونس ا بروفيسيونيل ماناجر بروفيسيونيل، ما كنفكرش في المغرب، انا كنفكر حتى في تصدير المدربين والطاقات الى الدول العربيه والدول الافريقيه، لان انا كنعرف بان الاخوان في الخليج ملي كيشوفوا مدرب عنده كفاءات كيستقبلوه بيديهم مفتوحين. بصراحه كيحسوا يمكننا من بعد نرجعوا للمستويات او المضامين ديال التكوين، لانه شيء مهم جدا الكونتوني بروغرام، لانه الى وريتيني الكونتوني بروغرام نقولكش من اطار غتخرج في اي مستوى. تمام. ولكن خليني نتكلم معك لان اطلعت على الاورغانيغرام، شيء رائع جدا مهيئ بواحد الطريقه علميه كيمس جميع المشاتل ديال التكوين على مستوى كره القدم، على مستوى ايضا كره القدم المتنوعه عاجلا، لانه يتكلم على كره القدم النسويه، كرة القدم داخل القاعة، كرة القدم الشاطئية. خليني نسأل جوج الأسئلة اللي هما مركزيين باش ننطلقوا، ما يمكنليش أن نطلق هذا القطار إلا ما عرفتش الجواب ديال هاد جوج الأسئلة. أولا، مصداقية الرخصة في المغرب، ونحن نعرف اليوم منذ العمل بنظام الرخص الكاف أصبح هناك حديث داخل الاتحادات الإفريقية خاصة في دول الخليج، أصبحت تشتكي من بعض المدربين الذين يأتون برخص من دولهم تعطاهم في 4 أو 5 أيام، رخص. نعم. ألف ورخص باء. إذن إلى أي حد حسن حرمة الله سيحرص على أن تكون الرخصة المغربية رخصة محترمة ذات مصداقية؟ أول شيء. نعم. ثاني شيء أنه لكي نطبق هذا البرنامج، وقد شاهدت الجيش العرمرم من المؤطرين الذين سيشتغلون معك. نعم. يعني لابد أن تتوفر للجامعة الإرادة أولا ثم رصد الإمكانيات الضرورية لهذا المجتمع. واش أنت مؤمن بأن هناك إرادة بالفعل داخل المكتب الجامعي والمكتب المديري للجامعة، وعلى أن هناك استعداد لرصد كل الإمكانيات لإنجاح هذا البرنامج، خاصة ونحن نعيش المستوى الثاني من التكوين المنظم
للأطر التقنية الوطنية. نعم، أنا نبدأ بهذه النقطة الثانية. أنا تنظن بكل صراحة، ماذا تنسلي الأولى؟ لا نرجع لها بسرعة. أنا تنظن بكل صراحة الجامعة الملكية حاليا والإخوان اللي كيشرفوا عليها، وغادي نغتنم الفرصة باش نشكر السيد القجع والسيد بودريقة على الثقة اللي داروا فيا. أولا هذا البرنامج اللي هو بين يدينا وقعوا عليه المكتب الجامعي واتفقوا عليه وصيفطناه للاتحاد الافريقي للموافقه، لان في النظام دائما البرنامج كينطلق من البلد بعد الاتفاق ديال المكتب، الضوء الاخضر ديال المكتب كنصيفطوا للكونفدراليه الافريقيه، من بعد هما تيوافقوا وترجع لينا وكنبداو نشتغلوا فيه. اذا لو ما كانتش الاراده ديال الاتحاد المغربي ديال الجامعه الملكيه والسيد القجاع والسيد بودريقه ما يعطونيش الموافقه. هما شافوه وشافوا الهيكله وشافوا العدد ديال الساعات وشافوا ليسونس ا بروفيسيونيل وشافوا المناجر، شافوا هذه الاشياء كلها وافقوا عليها وشجعوني كثير باش نطبقها. اذا الاراده هي موجوده. والامكانيات النقطه الثانيه والمهمه اللي تكلم عليها، الامكانيات بكل صراحه هو هذا مشروع كبير ومشروع مكلف ويوظف كفاءات بشريه في كثير من المجالات، لانه ما شاء الله عندما يطلع الانسان على الفريق العمل فريق العمل على الاقل هذا غير مبدئي. انا موقن على انه انت غتحاول تضيف له عناصر اخرى، لان خاصك جيش عرمرد المكونين، هذو مكونين دي فورماتور اللي غادي يشتغلوا على المشاتين، ربما يكونوا عناصر اخرى على صعيد المناطق على صعيد الوسط. شبه نتحدث يعني غير بالنسبه للمشاهد الكريم، انه يعني احنا عندنا مثلا امامنا ربما رجال الاعلام عارفين يعني يكون هناك يعني مسؤولين على العصاب، هناك يعني المجال الطبي، مجال مراقبه المباريات، تقدر يعني المشاهد يعني غير نكمل الاسئله اللي طرح عليا السي. اذا هذا البرنامج كيفاش عاشت العمليه داخل الجامعه؟ اولا اتفقوا على البرنامج، ملي كيتفقوا على البرنامج كيدفعوا للسيد جلول عينوش والاخوان اللي هما مسؤولين بالاشياء الماديه، كيخرجوا الميزانيه ديال السنه. انا عطيتهم البرنامج السنوي ماشي ديال الشهر، باش من دابا تيعرفوا شحال ديال الفلوس اللي غادي تخص لتطبيق هذا البرنامج. الاخوان اللي هما مسؤولين على الاشياء الماديه من دابا تيديروا الميزانيه وتيخرجوها وكيخلوها للبرنامج. إذا الميزانية ديال البرنامج ملي اتفقوا عليه صافي حطوها موجودة، ما كاينش مشكل ديال الإمكانيات، لأن الرغبة من الإخوان الحاضرين في هذا المكتب رغبة قوية وقوية جدا لتغيير الوضعية. نعم. إذا أنا مطمئن من هذه الجهة. إذا الإرادة موجودة والإمكانيات موجودة. موجودة. أعطيني المصداقية ديال الرخصة ديال المصداقية هي جد سهلة، هذه النقطة اللي قلتي لها هي صح كاينة موجودة. علاش؟ لأن الاتحاد الإفريقي ملي كيقول لك بغيتي تعطي ليسونس دي كيقول لك لابد ما تكون مثلا 30 ساعة نظرية و30 ساعة تطبيقية على الأقل. ممكن نعمل أنا في بلاصة 60 نقدر ندير 70 نقدر ندير 90، ولكن الحد الأدنى هو 60. هذاك 60 الاتحاد الإفريقي اللي تيقول لك لابد تكون على الأقل 60. بعض الاتحادات ما احترموش هذيك 60 داروا أقل، وملي كيجي يوم الامتحان كيجي الممثل ديال الافريقيه الانستركتور كاف وكيشوف الدروس اللي تعطات كيشوف بان المحتوى والعدد ديال الساعات ما كانش ملائم متطلع. لهذا تيقولوا هذوك الدول ما عطات الشهادات مزيانه. انا نقول لك بكل صراحه السيد جون بيير مورلو السنوات اللي خدم فيها احترم هذوك الساعات. إذا المصداقية ديال الشهادات خاصة المغربية، خاصة برنامجه كان اون ريفيرونس على مستوى تماما لأن المغرب ملي هيئ البرنامج ديالو وأعطاه الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي كذلك خدا منه جزء كبير كنموذج ووزعوه على البلدان الأخرى. لهذا أنا تنقول سيد مورلو شكرا على العمل اللي دار. إذا أنا شخصيا ملي الاتحاد كيقول 60 أنا كندير 90، إذا ما يمكنش يقولوا لي أنا أقل، لأن أنا زيد ساعات أخرى، لأن مدخل دروس أخرى، دروس أخرى اللي ما كانتش كتعطى أنا غادي ندخلها، بحال بروغراماسيون نورو لينغويستيك ما كانتش، أناليست تكتيك ما كانتش، كاين بزاف ديال الأشياء اللي غادي ندخلها إن شاء الله في البرمجة التكتيكية وهذه الأشياء، وحنا من حقنا أي بلد من حقه يزيد بعض الساعات أكثر من الساعات المطلوبة من الاتحاد الإفريقي. وسنواصل هذا الحديث الشيق والمفيد جدا مع ضيفنا اليوم في برنامج الماتش سي حسن حرمة الله في الشوط الثاني من برنامجنا اليوم. خليكم معنا نلتقي بعد لحظات قليلة. ما
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من برنامج الماتش اللي كنستضيفوا فيه اليوم المدير التقني الوطني الدكتور حسن حرمة الله. كنا توقفنا مع سؤال الزميل فؤاد الحناوي حول يعني الجهات يعني المختلفة من المنطقة اللي هي كذلك كيهمها هاد برامج التكوين. نعم، والتركيبة البشرية ديال الفريق العمل كما ذكر بدر الدين، هناك فريق عمل كبير حوالي على حسب اللائحه ربما بين 15 إلى 20 فرد اللي غادي يكون كيرافقك في العمل ديالك. هناك ممثلين ديال الجهات، مكلفين بالجهات، هناك مكلفين اداريين، هناك مكلف باللوجيستيك، هناك يعني عديد من بغينا نعرفوا يعني توضح لنا الصوره بخصوص هذا الفريق العمل. وشنو هي يعني المعايير اللي اعتمدتيها في اختيار هذا الاطر اللي تساعدك؟ اولا العمل غادي يكون بمساهمه وبمساعده ديال العصب، ولهذا عملت اجتماع في الاسبوع الماضي مع رؤساء ديال العصب، وبصراحه انا تنشكرهم كثير لان حضروا، تقريبا كلهم حضروا، وعملت لهم البرنامج قدمته لهم، واستفدت من بعض الملاحظات عملوها لي. نعطي مثال، انا مثلا في العصبه السنه الماضيه، العصبه ملي كناخذوا الشهاده دي لا ليسونس سي ما كانتش كدار في العصبه، وانما كانت كدار في الزون، كياخذوا ثلاثه عصب وتيقروا واحد المحل وكياخذوا المؤطرين من كل عصبه وكيجيبوهم تيديروهم في مكان واحد. ولكن هذا وقعنا في مشكل، ما هو؟ مثلا في كل عصبه كنديروا 40 ليسونس دي، من بعد كدير غير 40 ليسونس سي في السنه، كتبقى 80 كتسنى. العام الاخر عاوتاني كدير 120 ليسونس دي وغير 40 ليسونس سي، كتبقى 80 و80، هي 160 كتسنى. دونك المتاخرات كتبقى كثيرة. اذا داك كيبقى تراكم. اذا هما اش طلبوا مني؟ طلبوا مني باش نخلي في العصبه لا ليسونس دي، وطلبوا مني في العصبه نخلي لا ليسونس سي. يعني والعمليه التجمع تكون في ليسونس نعم بي. باش ما يبقاش داك التراكم. اللي كينجح في لا ليسونس دي والعناصر المزيانه غادي تنجح في لا ليسونس سي باش تدوز لا ليسونس بي. اذا هذه النقطه باذن الله ساطبقها في اقرب وقت ملي تفاهمت معهم على هذه النقطه، وهما وعدوني بان غيطبقوا البرنامج بطريقه زعما مزيانه في العصب. اذا في العصبه، في اي عصبه كاين تحت المراقبه ديالكم ربما؟ نعم. لا، حنا اللي غنشتغلوا تما مع المدير التقني اللي في العصبه الجهوي. هذاك المدير التقني في الجهوي اللي هو مختص للتكوين، غادي احنا انا اولا غادي عندنا في هذه البدايه، في هذا الاسبوع هذا في اكتوبر، عندي معسكر خاص لجميع المدراء التقنيين ديال المناطق، غادي نجيبهم لعندي للرباط. نعم. وهما غادي ندير لهم معسكر خاص وندير لهم الدروس ديال لا ليسونس دي ولا ليسونس سي، هما غيعيشوها. كاين خمسه ديال العصاب على ما شفت. 11 المسؤولين اللي عندنا هذوك لي زون. لي زون هذوك هذوك لي زون. دابا اون زون فيها ثلاثه عصب او عصبتين. نعم. اما العصب العدد ديالهم 11. نعم. اذا عندنا 11 مدير تقني، هذوك 11 مدير تقني غنجيبهم للرباط باش نفس البرنامج اللي غيطبق في العصاب. نعم. غادي نطبقوا عليهم هما في الرباط باش يعيشوه، ندير لهم دروس نظريه وتطبيقيه وهما يشتغلوا كانهم مدربين وياخذوا البرنامج. ملي غادي يبغوا يمشي يطبقوه في العصبه غنكونوا حاضرين معاهم النهار الاول. نعم. مثلا العصبه ديال الغرب غدير المعسكر، غادي نجيب المدراء التقنيين يحضروا معي في الغرب باش يشوفوا المعسكر كيفاش داز. ملي غادي يمشوا مثلا الكرون كازا. نعم. غادي نجيب المدراء الفنيين حتى غيتمكنوا من هذه المسائل، عاد يعودوا هما مع المسؤولين على المنطقة، يعودوا هما عندهم الكفاءة باش يديروا البرامج هما بالمساعدة ديال الآخرين. أما على الصعيد الوطني غادي يكون لا ليسونس بي حاليا، لا ليسونس أو لا ليسونس أ بروفيسيونيل، وفي المستقبل هذيك لا ليسونس بي اللي كنعملوا في الرباط غتشكل لنا حتى هي مشكل، لأن العدد ديالها غيكون قليل، ولي ليسونس سي العدد ديالهم غادي يكبر. إذا لا ليسونس بي باش ناخذوا هذوك الإخوان اللي خداوا لا ليسونس سي في 11 عصبة غادي نديروها في لا زون، باش فعاد ما نديروا معسكر واحد ديال لا ليسونس بي غادي نديروا مثلا خمس معسكرات باش هذوك الإخوان حتى هما يطلعوا بسرعه. طيب بالنسبه لفريق العمل بحال اللي قال فؤاد، طريقه انتقائه واش هو نهائي او لا مرشح انه تستقطب اطر؟ لا، دائما الباب مفتوحه لمؤطرين جدد. علاش؟ لان احنا في العمل ديالنا غنبداو مثلا بواحد لا ليسونس بي لا ليسونس ا، ملي غنلحقوا البروفيسيونيل غنحتاجوا مؤطرين. اذا نعطي غير فكره على المؤطرين اللي غيخدموا والاساتذه اللي هما داخلين معنا. نفضل نسميهم المكونين لان اساتذه بصراحه.
اساتذه ربما الناس تعرفهم. اذا مثلا نعطي السيد بن الشيخ اللي كان مع المنتخب المنتخب ديال 94 في وكان مع سعيد عويطه قبل انا جاي هو كان مع الفريق ديال السيبلين ده الله يرحمه. هو دار دراسات في فرنسا، عنده ميتريز في استاذ الرياضه في فرنسا، ودار دكتوره في كندا، دار دكتوره في البسيكولوجي والتدريب. اذا هو اختصاصي في البسيكولوجي واختصاصي في التدريب، اذا هو اللي غيكون مسؤول معي في الدراسات ديال البسيكولوجي الخاصه ديال المدرب، كيفاش يطلع المعنويات ديال اللاعب، وكيفاش حتى المدرب براسه يطلع له المعنويات. اذا الاختصاص ديال جينا شي ستاج حنا خصنا المعنويات. مرحبا بكم. المعنويات مرتفعه حنا خصوصا في هذه الايام السي فؤاد. اذا كاين دكتور، لا خصنا لا جيستيون ديال لابريسيون. تدبير الضغط هو اللي مهم، لان هو كذلك اختصاصي في هذه الاشياء، لان لا بريسيون ولو ستريس كاينه طريقه كيفاش تحول هذاك لو ستريس الى اشياء ايجابيه. لو ستريس والخوف اما كيكتفك واما كيعطيك قوه انفجاريه. هذيك القوه الانفجاريه اللي كتقدر تدفعك باش تغلب على الخصم، كاين طريقه كيفاش ترجع هذاك الخوف الى قوه انفجاريه. وهذا العمل ديال الدكتور بن الشيخ، هو اللي غادي يبلغ هذه المعلومات للمدربين باش يبلغوها للاعبين. معنا الدكتور داوده. الدكتور داوده راه دكتور داوده راه يعني غني حد التعريف. نعم، وبصراحه أنا ربما كنا نامل ان تشوف ان كفاءك عزيز داوده اليوم ربما تراجعت من الحق العملي، هو بقى باقي مدير تقني الكونفدرالية الإفريقية للألعاب القوى، ولكن ربما في المغرب ما استفدناش. وعلاش نخليو غير في إفريقيا؟ علاش نجيبو المدربين المغاربة؟ لأن تبارك الله عليه عنده كفاءات عالية، قرا في رومانيا 4 سنوات، دير دكتوراه في كندا، دير اختصاص في الفيزيولوجيا المطبقة للرياضة، اختصاصي في التدريب لما كتطلع في الجبل في الالتيتود، اختصاصي في التدريب لما كتكون الحرارة. إذا أنا شخصيا ما يمكنش بحال سي داوده ما نمشيش نطلبو. وبصراحة أنا بغيت نطلبو، قال لي لا سامح لي هذا دور وطني، أنا معاك أي حاجة عندها علاقة بالوطن وأي حاجة عندها علاقة بتطوير أي شيء في المغرب أنا مستعد. إذا ها هو معنا بإذن الله. كان معنا الدكتور قعاش، هو اختصاصي في الاقتصاد واختصاصي في الماركتينغ، ولكن كذلك معه هو باحث، هو اللي غيدير لنا في البداية تاريخ كرة القدم المغربية، والمغربيه هي الاولى عاد انترناسيونال. لان وما احوجنا الى من يعيد كتابه تاريخ كره القدم الوطنيه السي حسن عبد الله. وانا غادي نستافد من الخبره ديال بزاف ديال الناس اللي هما في الصحافه، اللي عندهم افكار كثيره وعارفين التاريخ وعارفين الاشياء، تما غنستافدوا منهم باش نكونوا هذا التاريخ ونرجعوه درس قوي، باش اي مغربي مدرب الا بغى يدرب خصو يكون عارف التاريخ ديال كره القدم المغربيه. معنا السيد الوردي، الكل كيعرف السيد الوردي، راه كان سفير، كان وزير ديال الاخوان العمال اللي خارجين البلد، والحاجه اللي ما كيعرفوش الناس هو راه بطل ديال المغرب ديال 100 متر واختصاصي في ليجيستاسيون في القانون، وهو حاليا رئيس لجنه القيم والاخلاقيات في الجامعه الملكيه. نقولها شكرا للي قلتيها. اذا بحال هذا السيد هذا ما يمكنش ما نطلبوش باش يجي يدخل معنا، لانه هو اللي غيكون اختصاصي في الدراسات ديال ليجيستاسيون. اذا دوك الاداريين والمدربين ملي بغيو يعرفوا القانون شكون اللي غيبلغوا لهم؟ ما شاء الله الدكتور حسن حرمت الله كيبدو، لانه كيقول لك واحد القضيه البركه تقرا من 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 عنوانها، وبالتالي لما الانسان يستقطب كفاءات واساتذه وباحثين وخبراء في مجال التأطير الرياضي بهذا المستوى، اكيد هذا غادي يعطينا الغنى والخصوبه ديال المواد التي سيتم تلقينها لمختلف المدربين. ولكن تبقى عندي معك واحد النقطه اللي هي ما نكملش تكمل الاسماء، انا كنعرف غادي تجينا الحلقه كلها غنستلكوها كلهم ما شاء الله دكاتره واساتذه، وما زال سيضاف اليهم، لانني اعرف انك بصدد البحث على باش نتكلم على الاقل نتكلم، حيت انا معايا المهم معايا السيد جلول عينوش اختصاصي في لاجيستيون فينونسيير، معنا السي مقروف اختصاصي في الكوميونيكاسيون، معنا السي بوزفور اختصاصي في الحمايه ديال الملاعب، معنا السيد البكاوي اختصاصي في الشامبيونا بروفيسيونيل، السيد المالكي اختصاصي في لا كاليفيكاسيون، السيد
الادريسي في لا ريغلومونطاسيون اي كومبيتيسيون والسيد غويلا في الفوتسال والسيد الحداوي مصطفى في الساكر بيتش. نعم وكان هناك المكلفين بالمناطق دابا عاد حيت لو الا عندنا الوقت نهضروا على المناطق دابا انا هضرت لكم على الاساتذه اللي غيعطوا الدروس في مجموعه وعندنا الاخوان اللي هما اختصاصيين في المناطق والاخوان الاختصاصيين في العصب. كاين هناك جوج الاسئله، اولا الاداره التقنيه المكلفه بمجال التكوين يجب ان تستوعب كل الكفاءات. نعم يعني هذو كفاءات قطاعيه. نعم. في مجال الاختصاص بقطاعات تصل بكره القدم، لا في التاهيل البدني، لا في التاهيل الجسمي النفسي، التاهيل الاقتصادي الاداري. نعم. اذا واش في مخططك انك تستقطب كفاءات. نعم. تقنيه وطنيه خلينا اللي في المجال التكتيكي اللي مثلا الناس عاشوا 30 سنه في الميدان واللي ربما خبرتهم ان يحتاجوا هاد المؤطرون الجدد من حيث يعرفوا الاحتكاك ديالهم المباشر بالملاعب، لانه هذا الجانب اللي ربما ما لمستوش انا موجود في اطار الاورغانيغرام او في اطار الاشخاص الذين سيستفيدون او سيؤطرون الدورات التكوينيه. واش عندك تفكير انك تمشي في اتجاه هؤلاء؟ ثم عندي النقطه الثانيه اللي متركزه على التكوين وعندها علاقه بالهويه المفتقده لكره القدم الوطنيه. هذا هو السؤال اللي كنت لان اليوم كنا نتكلم. نعم. على ان كانت كرة القدم الوطنية المغربية. نعم. في سنة السبعينيات والثمانينيات عندها مرجعية. نعم. عندها هوية وعندها شخصية. نعم. وبدأت تفقد هذه الهوية وهالشخصية لأسباب متعددة في مقدمتها لم يكن هناك مكونون ولم يكن هناك مدربون على المستوى العالي باش يحفظوا هذه الهوية. إلى أي درجة مثلا في عملية التكوين غنحاولوا نراهنوا على اننا نعيد لكره القدم الهويه ديالها اللي غتستطع بها تفرض شخصيتها على المستوى الافريقي. يعني على اعتبار ان المدرب هو الحلقه الاقوى. نعم. في بناء الهويه ديال اي فريق او اي منتخب. يعني افتقدنا في السنوات الاخيره ديك لادين ديال كره القدم المغربيه. نعم. اليوم صعيب علينا نقولوا شنو هو الستيل دو جو ديالنا في المغرب. وهذا عنده الستيل دو جو، وهذا الستيل دو جو هو واش غيكون هو ديك الخط اللي غنتبعوه، لان كاين ما كاينش ان سول فوتبول في العالم، كاين العديد من الانواع من المدارس. واش في اطار تكوين المؤطرين والمكونين غتكون ديك الفلسفه ديال الهويه الكرويه ديال المغرب اللي غنخدموا عليها. باش نكمل هذا التساؤل المطروح تحامينا عليك الله يكون في عونك. يعني حول هذه الهويه، واش كان يعني انتم كاداره تقنيه اللي كيتراسها سي لارغيت وايضا مساهمتكم ومساهمتها. سامح لي لا الاداره التقنيه. نعم. ما فيهاش المدير التقني. نعم. السيد لارغيت ماشي مسؤول عليها. لا مكلف لا غير في لا بلاتي غير المدير. سامح لي انا مسؤول على التكوين فوق السيد بودريقه. نعم. السيد لارغيت مسؤول على المنتخبات فوق السيد بوشحاتي. ما كاينش مدير تقني. لا غير يعني في هذا العمل واش مع المنتخبات. لا لا غير في الهويه، واش مع المنتخبات واش غتقوموا بواحد العمل يعني مشترك باش تحدوا هذه الهويه، لان هذه الهويه ربما غتنطلق من مراكز التكوين من الفرق ولكن خصها توصل للمنتخبات الوطنيه. اذا ربما العمل خصو يكون ربما مشترك باش نعطيو هذه الهويه، كما كنقولوا هناك هويه ديال كره القدم الفرنسيه او لا هويه ديال كره القدم الاسبانيه، ربما نعطيو فؤاد انا كنعتقد الا تكلمنا على الهويه غنتكلموا عليها داخل الانديه الوطنيه، لان هي القاعده اللي غتوصلك للمنتخبات الوطنيه. انا منين ركزت عليها باش يجب استحضار هذا القضية بالأساس في أي برنامج تكويني يمكن نباشروه من الآن إلى الأربع سنوات القادمة. إذا كاين ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو الباب مفتوح لجميع الكفاءات. علاش؟ أنا شخصيا من صغري من حياتي كلها وأنا كنتمنى باش نجمع كفاءات اللي غادي يساعدوني أنا شخصيا على المحتوى ديال الدروس، وغادي يساعدوا الجامعه ويساعدوا الاداره التقنيه ديال التكوين باش تكون عندها معلومات كثيره. مثلا هذا التاريخ ديال كره القدم المغربيه ما يمكنش يديروا الا شخص واحد. انا الفكره ديالي باغي ندير اتصال ببعض الصحفيين وبعض الناس اللي عندهم فكره قويه على هذا التاريخ، ونجمعهم كلهم ونديروا واحد المجموعه اللي غناخذ المعلومات من هنا ونديروا واحد المنهج جماعي باش نسموه تاريخ كرة القدم المغربية اللي غادي ندرسوا في التكوين. من ناحية أخرى
كذلك هاد الاساتذه وهاد الدكاتره اللي هما معايا غادي نديروا واحد المجموعه بحال نقدروا نسموها لو كونساي دو كونتوني دو لا فورماسيون او لا كونساي سيانتيفيك دو فوتبول ماروكان بور بريباري ان مانيوال. اساتذه كل واحد تيعمل اقتراح، كل واحد تيدير اقتراح في واحد الدروس معينه باش نقدروا نفيدوا كره القدم المغربيه بالكفاءات كلها، باش اي واحد عنده شيء ندخله. انا ما عنديش مشكل، لان المشكل ديالي انا وهو المحتوى خاص يكون في اعلى مستوى، وخاصني نستعين باي كفاءه في المغرب، في الانفورماتيك، في لابسيكولوجي، في لابسيكوموتريسيتي، في ليستواغ، في ليجيسلاسيون، ما عنديش مشكل انا. هاد الناس نقدروا ناخذوا منهم هاد الاشياء ونشتغلوا بها. النقطه الاخرى على الهويه وعلى لو ستيل، كاين في كرة القدم الألمانية، إلا قبضت الألمانية وخديت الأرجنتينية وخديت البرازيلية وناخد أي منتخب إفريقي أي مختبر عربي، نقدر نقارنهم بأي طريقة بما يسمى اون أناليز ستركتورال. شنو المعنى ديالها؟ كندير مبادئ. كاين في كرة القدم كاين مبادئ، التكتيك مبني على مبادئ. التكتيك الحالي، الخصم إلا عنده كرة ما خصكش تخلي ليه الوقت باش يفكر، وما تخلي ليه حتى زاويه كيفاش يلعب الباس. الالمان كيشتغلوا عليها بطريقه، البرازيل كيشتغلوا عليها بطريقه، الارجنتين كيشتغلوا عليها بطريقه. وهذه الطريقه بالنظر للامكانيات ديال هاد اللاعبين لها علاقه وبخصوصيات اللي عند اللاعبين بالخصوصيات البيئيه والفيزيولوجيه. يعني دابا انا كنحاول نجاوبك. اذا الافارقه كيديروها بطريقه، المغرب او كنديروها بطريقه، كنديروها بطريقه. ولكن اشنو هو الفرق بين الالمان والبرازيل والارجنتين وهذه؟ اشنا هي النقطة اللي تكلمت عليها في الأول؟ حامل الكرة ما خص يكون عنده الوقت باش يفكر، وما خص تكون عنده زاوية مفتوحة باش يعمل الباس. الألمان من اللي كيديروها حامل الكرة ما عندوش الوقت باش يفكر، وما عندوش الزاوية باش يعطي الباس. البرازيل مثلا من اللي كيديروها حامل الكرة كتكون عنده جزء من الثانية باش يفكر، وزاوية كيبقى فيها شوية من تخرج الكرة. الدول اللي هي مازال بعيدة كيكون عنده يومين من اللي كيجيو حامل الكرة كيبان لي هذا جاي، كيبان لي هذا جاي، عنده الوقت باش ياخذ المعلومة، عنده الوقت باش يلعب الكرة. إذا الفرق هو في التطبيق. من الناحية الهجومية نفس الشيء، ملي كنخرج انا هاد اللاعب باش يخرج يفتح لي الباب ديال الدفاع، خاص الاصدقاء ديالي وحامل الكره يكونوا دارسين تحركات كيفاش غنستغلوا هاد الباب ديال المدافع اللي خرج. كيتستغل بتحركات مدروسه، حنا دارسينهم حاطينهم وكنعطوهم للمدربين باش يوصلوهم للاعبين. اشنو الفرق بين المانيا؟ المانيا كتطبق، المدرب كيفسروا له الحركه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه 100 102 103. ملي كيدخل الملعب كيطبق برنامج مع اللاعبين. في البرنامج ديالو عنده حركه دفاعيه رقم واحد، وعنده حركه كيفاش ينجح على ديك الحركه الدفاعيه كتسمى الحركه الهجوميه رقم واحد. ملي كندوز للحركه الدفاعيه رقم اثنين عندي العكس ديالها في الهجوم رقم اثنين. ملي كندوز للحركه ثلاثه عندي حركه هجوميه رقم ثلاثه. اذا في البرنامج الالمان او هادو كيطبقوا، وهاد الطريقه ديال التطبيق عندها علاقه بالعقليه ديال البلد، بالاقتصاد ديال البلد، بالسوسيولوجيه ديال البلد، وبالفلسفه العيش ديال البلد. الا شفنا الالمان اش كيصوبوا الالمان؟ كيخرجوا لك غادي نقول شركات بي ام دبليو، البورش، لودي، ما كاين عاليفيكاسيتي. لا ولكن اللي بغيت نرجع عليه ديك الهويه والخصوصيه، مثلا تكلموا على العاب القوى، وانت من الناس اللي في الفريق ديالك عزيز دوده، مثلا كنعرفوا ان مثلا العدائين ولا الرياضيين من هاد مناطق شمال افريقيا ولا المرتفعات في كينيا واثيوبيا الاختصاصات ديالهم غنعملوا لهم مليون تكوين، غيكون هو المسافات نصف الطويله من 800 حتى 10000 حتى الماراثون مثلا. حنا بالنظر للفيزيولوجيا ديال المغربي، ماشي اللاعب، ديال المغربي وديال عاد كتدخل المسائل الاجتماعيه، واش شمن كره كتناسبنا؟ لان كنتكلموا على الكره ماشي علم يونيفرسال، هي رياضه، ولكن ربما كل واحد كيفاش غيتعامل مع هاد الكره ومع التكوين ديال اللي كيف كوريسبوند هاد المواطن ولا هاد المنطقه في العالم. والله انا تنظن بكل صراحه بان الصوره اللي كتمثل كره القدم المغربيه دازت مثلا مع المنتخب اللي كان فيه باصير، كان فيه الاخوان حجي، دازت مع المنتخب اللي كان فيه ظلمي، كان فيه تيمومي، كان
واحد في السبعينات، انا باقي صغير وكنعقل في السبعينات رابحين الالمان في المكسيك بواحد صفر وخلقنا لهم مشكل. اذا هي مركزه على التمريرات القصيره، على التمريرات المتوسطه، ولكن ما هو المشكل عندنا حنا؟ ملي كتكون عندنا الكره كنلعبوا قصير، كنقدروا نراوغوا وندوزوا نلعبوها بين جوج وداك الشيء، ولكن المشكل ملي كيكون الخصم عنده قوة جسمانية قوية ويعمل لك ضغط قوي بحال الألمان شي حاجة، القوة الجسمانية ديال الخصم كتقدر دير عليك فرق وكيفاجئوك بداك الضغط اللي ما كيخلوش لك فين تنفس. وهذا هو المشكل المطروح السي حسن، لأننا حنا كنواجهوا منتخبات إفريقية قوية، وبالتالي كنشوفوا أن المنتخبات الصغيرة ديال 17 19 سنة قليلا ونادرا ما كتقدرش توصل. علاش؟ لأن عندنا لاعبين مهاريين اللي كيصطدموا بلاعبين أفارقة ما شاء الله ذوي بنيات قوية وهذا، وبالتالي يعني ذاك لو شوك الأغلبية ديما كتبقى المنتخبات كغانا كنيجيريا كسينيغال وكوت ديفوار. إذا ملي كنبغوا نهيئوا المدربين ما نهضرش على المنتخبات، لأن المنتخبات لا علاقة لها بالمنتخبات، المنتخبات الهوية يعني اللي كنتكلموا على الهوية اللي كتمارس في لي كاتيغوري من الصغار حتى الفريق الأول. لا يمكن لا يمكن أن نشكل منتخبات وطنية قوية من غير أندية قوية. إذا أنا كنتكلم على الهوية عندها علاقة بالتمريرات القصيرة، حيت الهوية مكونة من التحكم في الكرة، إذا القوة المهارية في العقلية، والقوة العقلية كيفاش نواجه الخصم باش ما نفشلش وما نشكش في نفسي، وفي الأسلحة التكتيكية كيفاش كنعود قوي. كنعود قوي إلى عندي أسلحة قوية اللي هذيك الأسلحة بينت لي بأن نقدر نكون أقوى من الخصم. إذا عندي تكتيك محكم جماعي، عندي مهارات كيفاش ندوز الكرة، وعندي قوة عقلية كيفاش نواجه ونكون صامد على الطريقة اللي غنشتغل بها. هذه الأشياء من طبيعة الحال هي عين موجودة في المغاربة، لأن في 86 بينا في المكسيك مع عدد كبير ديال الفرق بأن المغرب عنده كفاءات، عنده لياقة بدنية قوية، عنده مهارات، وملي كيكون تكتيك محكم كنفوزوا. الدور ديالنا احنا في التكوين خاص هذه المهارة المغربية اللي هي مركزة على المهارة، خاصنا نعطوا للمدربين طرق كيفاش يمرنوا اللاعبين باش يديروا لهم انضاج ويهزوا من المستوى ديال المهارات بطريقة ممتازة. لأن العلم حاليا كيبين بأن الطفل الصغير أو الرجل عنده ذاكرة داخل الألياف وداخل العضلة. الذاكرة ماشي موجودة إلا في المخ، هي موجودة في الألياف. إذا هذيك الذاكرة ديال الألياف ديال الطفل الصغير إلا بغيتي تعمل حركة وترسخها في العضلة خاص الحركة تكرر كل 7 ثواني. إلا بغيتي تكررها كل 7 ثواني خاصك تدير نظام ديال التمارين اللي كيسمح للطفل باش يدير الحركة كل 7 ثواني. إذا إلا ما كانش المدرب ديال الطفل الصغير عارف بأن الحركة ترسخ في العضلة بعملية ديال 7 ثواني، ما نقدروش نهزو من المستوى ديال اللياقة ديالو ديال المهارات ديالو. وجسمانيا حنا عارفين الأفارقة كم من كيلومتر كيعملوا مثلا في المباراة، كم من عدد ديال السبرينتات كيعملوا في المباراة. إلا حنا بغات تكون عندنا الكفاءة أقوى خاصهم إلا كانوا كيديروا هما 140 سبرينت في المباراة، حنا خاص تكون عندنا الكفاءة نديروا 160. إلا كانوا هما في المعدل كيديروا 12 كيلومتر، حنا خاصنا نديروا 14 كيلومتر. وبأي طريقة بالفيزيولوجية المطبقة للكرة، إذا خاصها تكون تدريب باش نهزوا من المستوى ديال اللاعبين باش يعودوا عندهم الريتم والإيقاع أعلى من الأفارقة. جلال، بغيت نسأل سؤال حول الخصوصيات، وتحدثنا عن الخصوصية ديال واش سيتم الاخذ بعين الاعتبار بالنسبه لهاد المناطق اللي تحدثنا عليها. هناك 5 مناطق اللي فيها 11 عصبه، واش غادي يكون العمل موحد ام انه ربما ناخذ كل منطقه يعني على حسب الخصوصيات ديالها؟ انا ربما نقدر نتحدث هكذا، ولكن ربما يجيني ان لاعبين في المناطق مثلا السوس يقدر يكون اسرع من لاعب او لا شاب في الشمال او لا في المنطقه الشرقيه. واش ربما غتكون تاخذوا بعين الاعتبار خصوصيات في هذا الشان يعني من ناحيه الفيزيولوجيه، ام ان العمل ربما يكون مطبق بالنسبه لجميع المناطق عمل موحد؟ لا، هو العمل غيكون موحد. لهذا المدراء الفنيين لما غنجمعهم في الرباط وغنشتغلوا معهم معسكر لتوحيد الرؤيه وتوحيد البرنامج وتوحيد المصطلحات. اما لكل منطقه مثلا منهج، هذه المنطقه فيها لاعبين سريعين، هذه المنطقه فيها بطيئين، هذوك المدربين ديال الانديه اللي غادي ياخذوا دوك المصطلحات والمبادئ اللي غادي نديرهم في الرباط، ولكل مدرب
باستعمال نفس المصطلحات ممكن ندير تكتيك مختلف، ولكن بنفس المصطلحات ممكن بنفس المصطلحات ندير دفاع وهجوم مرتد، بنفس المصطلحات ندير ضغط عالي، بنفس المصطلحات ندير هجوم من الأطراف، بنفس المصطلحات ندير هجوم من العمق. إذا هذه كتبقى مشكل ديال المدرب على حسب الامكانيات الموجوده عنده كافراد كيختار التكتيك الملائم للاعبين اللي عنده. ما بقاش وقت كثير ونقاش شيق وشيق جدا مع الدكتور حسن حرمة الله، نديروا انا وياك دي بتيت اون دو لان باقي النقاط كثيره. اذا كان ممكن نتكلموا على النسوي الفوتبول، كره القدم النسويه، كان هذا اول سؤال بسرعه. ما ولكن نقدروا يعني في هذا الموسم كنخصوا حصه دائما في 8 مارس كيكونوا معنا العديد من فعاليات ديال الرياضه النسويه في المغرب، انك ربما تحضر معنا ولا شي ممثل ديالك ويقربنا من واقع كره القدم النسويه. المهم غير الهدف ديالنا حنا الاداره ديال التكوين، كنتمنى في المستقبل باش في الرياضه النسويه كره القدم النسويه المدربه تكون امراه، المساعده امراه، الاختصاصيه في اللياقه يعني البدنيه امراه، الاختصاصية مدربة الحراس امرأة، الاناليست تكتيك امرأة، والإدارية امرأة، لأن أنا كنتمنى باش الطاقم كله يكون نساء باش الآباء تكون عندهم ثقة في هذوك الطاقم يرسلوا بناتهم وبهذه الطريقة نساهموا في التكوين ديال كرة القدم ونهزوا من مستواها، ولكن هذوك المؤطرين يكون عندهم نفس المستوى كالمؤطرين رجال، لأن نفس البرنامج سيطبق على النساء. صحيح. إن شاء الله. إذا نرجعوا للإندو ديالنا أنا وياك فيما يخص. تبقى غير مع أنت بليزيد. لا دابا قد ثلاث دقائق، قد ثلاث دقائق. سي حسن، هناك المدربين الحاليين اللي كيدربوا الفرق الوطنية، واش يعني غيكونوا منخرطين معكم من خلال يعني ربما الاستفادة من التجربة ديالهم، إلقاء بعض المحاضرات، يعاودوا يعني شنو عاشوا، واش كاينة دي سيونس دو ميز انيفو، لأن ماشي عيب تكون يعني الإنسان دائما في إطار التكوين، أولا ما كاين والو. لا، المدربين اللي عندنا حنا في الدرجة الأولى من طبيعة الحال أنا كنتمناهم هما الأولين ياخذوا لا ليسونس أ بروفيسيونيل. نعم. واش إلا ما خداوهاش تمنعهم من الممارسة؟ يعني لا، علاش ما ياخذوهاش؟ لأن كاين عدة طرق باش ياخذوها، لأن إذا كانت عندنا مدربين عندهم كفاءات وعندهم تاريخ علاش نحرموهم؟ ولكن كاين طرق مختلفة. شنو هي؟ وأنت قلت لي عندك الوقت وجيز، إذا كاين طرق مختلفة باش بإذن الله يحصلوا عليها ويكونوا إن شاء الله. لا تولي ضرورية باش تكون الهوموروغاسيون في المستقبل، ماشي أنا اللي غنقول ضرورية، في المستقبل القانون هو اللي تيرجعها ضرورية. كتكون مرحلة انتقالية، اللي ما عندوش كتقدر تكون عنده وثيقة ديال الاستثنائية باش يقدر يدرب حتى تكون عنده، ولكن حنا الهدف ديالنا ماشي نقصفوا الناس. لا لا، احنا الهدف ديالنا وهي المساعدة، أي مدرب عنده تاريخ أنا جاهز باش نساعدهم كلهم باش ياخذوها، والهدف ديالي أنا وهو التكوين الجيل الجديد اللي خص تكون عنده تكوين قوي بالدروس بهذه الأشياء. نقطة أخرى فيما يخص مثلا المدربين الأجانب اللي يجيو يعملوا في المغرب، واش غتبقى نفس يعني الطريقة ولا ربما غيكونوا يعني لي زيكزيجونس أكثر اليوم؟ خص تكون عنده لا ليسونس أ بروفيسيونيل معترف بها كذلك أوروبيا وإفريقيا، لأن إذا كان شي واحد غادي يجي عنده مستوى أقل من المغاربة حشومة باش يدخل، والقانون كاين مشكل تحت هاد المدربين المغاربة اللي كيجيبوا بعض الأحيان يعني دي ديبلوم اللي غير معترف بهم وغادي يديروا يعني رقابة. المغاربة كاين مغاربة اللي كيجيبوا شهادات معترف بها في الاتحاد الأوروبي، هذوك مرحبا بهم، وكاين الناس اللي كيجيبوا شهادات اللي ماشي معترف بها، كتكون شركة من ناحية الفلوس كتعطيها. أنا أي واحد كيجيب شهادة من خارج البلد، النقطة الأولى كنتصل بالاتحاد اللي عطاها. نعم. وكنشوفوا ديك الشهادة واش معترف بها، إذا كان معترف بها كندخلوه يدير معسكر مع الإخوان المغاربة ونعطوه نفس الشهادة ديال المستوى اللي خدا في أوروبا. طيب حرمة الله، بموازاة مع العمل اللي غتقوموا به بوجود هذا الفريق العمل، نعم، واش ما نفكروش نعملوا مختبر لكرة القدم الوطنية داخل الإدارة الوطنية المكلفة بالتكوين؟ لا، احنا من طبيعه الحال احنا عندنا في 30 ثانيه هذه الاداره هي اداره التكوين، هي اداره التكوين والابحاث. الابحاث عندها علاقه بالمستوى ديال كره القدم المغربيه، بمستوى ديال كره القدم للانديه، ونلقاو حلول للانديه وللمنتخبات الوطنيه. المهم للمنتخبات، هذوك الحلول احنا ما كنتكلموش على المنتخبات، ولكن كنعطوهم كدروس للمدربين. طبعا طبعا. نعم. طبعا. شكرا اذا للدكتور حسن حرمة
حرمة الله ربما ترجع عندنا مرة أخرى بعد يعني أشهر، بعد سنة ربما لتقييم سنة ولا أقل من سنة إن شاء الله إذا بقينا في الحياة لتقييم التجربة، لأن صراحة لما كنسمعوك كتكلم يعني كنحلموا وكننتقوا في واحد المستقبل ظاهر لكرة القدم المغربية عن طريق يعني المكونين. ربما كانت هي الحلقة اللي بعد العديد من الحلقات المفقودة في كرة القدم. شكرا جزيلا لك مرة أخرى الدكتور حسن حرمة الله، شكرا لزميلين فؤاد الحناوي وبدر الدين الإدريسي. انتهت حصتنا اليوم من برنامج الماتش، لكم تحية مخرج هذا الحصة وجميع الزملاء إدريس تبع. نلتقي يوم الأحد القادم في عدد جديد من برنامجكم الماتش. إلى اللقاء.